ابراهيم ابن هانئ ابو اسحاق النيسابوري. نيسابور وين عند خراسان بيران؟ ها مولا هي بيران، هي بلد الغزالي طوس. هي جدنا الامام زين العابدين في خراسان. اي والله ما في فرق. مسلم مسعود هو كمان في واحد الامام النيسابوري كان بتاع تكفير. صح إيه. في مولانا جدنا الامام علي زين العابدين فيها. علي زين العابدين في خراسان نيسابور الوالد زاره. لا خراسان غير نيسابور جنبها. بركه بركه. خراسان كان اسم ايران الاول خراسان. صح. الوقت من بعد الحرب العالميه الثانيه يسموها ايران. صح مولانا. شو الفرق بين هانئ وهاني؟ اعلال وابدال يعني بالهمز وبدون الهمز. صح زي ما نقول عائشه وعائشه. ايوه عائده وعايده. أبو إبراهيم وابن هانئ أبو إسحاق النيسابوري كان ورعا في الأبدال صالحا. قال ابنه إسحاق كان أحمد بن حنبل مختفيا ها هنا عندنا في الدار. كان مختفي عند إبراهيم بن هانئ. سبحان الله. هو ياتل فتنة خلق القرآن مولانا. فقال لي ليس أطيق ما يطيق أبوك يعني من العبادة. سبحان الله. وكان أحمد يقول إن كان في البلد رجل من الأبدال فأبو إسحاق النيسابوري. الله يعني في ناس تفوقوا على مشايخهم مولانا. الله. يقول قال أبو صخر من شيبان قلت كلا ولكن العمري منه شيبان لم من أبي العلا بابن الدرى شرف كما علت برسول الله عدنان. القبيل الظهر فيها شاعر تنتسب إليه عنتر نهر. صح.